نبدي هسه نفتح أول صندوق ونشوف الغراض اللي جايتنا بهاي الشحنة. عندنا هنا مكمل غذائي، طبعا هذا المكمل الغذائي أصلي وميد إن يو اس اي. عندنا هنا ملابس، طبعا أحب أوضح شغل الشركة مالتنا. إحنا شركة شراء وشحن غراض بضائع، نشتريها منك من أمازون أو إي باي أو علي إكسبرس من أمريكا ومن الصين، ونجيبها حسب الطلب بالجملة أو مفرد. يعني هذني الغراض اللي جاي يشوفوه هذني ناس موصيهن، وهذني مو للبيع، فهذني طلبات مع الناس حجوزات واحنا جايبينهم يا مفردات. اغلب المواقع اللي نتعامل وياهن اللي قلت لكم عليهن امازون واي باي علي اكسبرس ومواقع ثانية نتعامل وياهن نقدر نجيب لكم من عندها. اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك، ومنا كاكو موظفين راح نجاوب عليكم. طبعا شوي نتأخر بالرسائل لان اكو رسائل كلش هواي، وشغلنا على مستوى العراق كله، وعندنا توصيل